بونجور بونجور، صباح الخير صباح النهار، كي دايرين لاباس عليكم؟ بخير. حكيت بحثي عن مدرستي، المدرسه كنقلبوا على المدرسه، ما عرفتش شنو غادي تبدل المدرسه ولا شنو، المهم كنقلبوا على المدرسه اللي زوينه ومزيانه. كنتيكم كنقلب المدرسه يا ربي، اللي حيت علاش تعطلتي؟ ماشي تعطلتي، باقا ما انا كل عام كنتعطل حتى لاخر دقيقه باش كنعرف واش راسي واش فعلا مكملين هنايا ولا غادي نهزو حوايج ونزيدو لبرا. حيت كل عام كنقولو غادي نمشيو نسافرو وما نبقاوش نعيشو هنايا، غنمشيو نعيشو برا، مغاديش نعيشو في المغرب. داكشي علاش دابا هو المدرسة اللي كاين فيها مزيانة، ولكن غنشوف مدرسة حسن. إلا لقيت ما حسن ندير ليه لي زوغ كونتيني من الأحسن، حيت المدرسة من 8 ل 12 ومن 2 ل 6 صعيب بزاف البنات، من الأحسن تاخدو لهم مدرسة. قلت لكم غندير ليه زوغ كونتيني باش ما يبقاش يبرزني، حيت أنا بغيت نقرا وهادشي بزاف ديال الحوايج. بنات هذيك المدرسة اللي مشيت ليها درت معهم باش يديروا معايا التيست ان شاء الله نهار الاثنين، حيت عرفتو هما كيسيليكسيونيو باغ تيست باش التيست باش يشوفوا ياخذوا دوك زعما الدراري الصغار اللي عندهم النيفو طالع. هي غالية شوية ولاني ما عندي ما ندير، خاص النيفو تاعي يكون طالع في القراية. مدخلها المدرسة اللي مدخلها لها ما بيهاش صافا، غير وكان زعما بغيت نبدل، بغيت شي حاجه احسن، بغيت نتعلم شي حاجه احسن، يكون في النيفو طالع شويه احسن. تقولي قلت لكم ماكم تعطلتي، مي تعطلت حيت انا دائما كل عام شاك اني اون دي كون فونتري اون فرانس، كل عام كنقول بغيت ندخل لفرنسا، كل عام نقول بغينا ندخلو، وحتى عام مازال ما كتبش لا ندخلو. اذا كنجلس حتى لاخر دقيقه كنقلب المدرسه، كنكون عارفه المدرسه اللي باغيه، كنشوف باغ انترنيت، مي غير كنتسنى حتى اخر دقيقه باش نشوف اصلا راه باقره نورمالمون القرايه راه بدات، ولكن غير كيمشيو كيجيو كاين السي حتى لو 5 اكزاكتومون لو 5 كتبعد القرايه ديال بصح. دابا راه غير كيمشيو كيجيو وكيشرو الكتوبه وكيتعرفوا على بعضياتهم، فهمتوني؟ انا اصلا بغيت ندير ليه اوغور كونتيني. اوغور نو اوغور اوغور نو اوغور. الصباح نقول لكم الصراحه، الصباح هو كيقولها ليا، بصح هو كيقولها ليا ما نقدرش نقادها في امي. اوغور اوغور Oh mon dieu, il fallait faire erreur pour la, arriver à la sortir. Où? Où? Rire. Comme rire. Où? Rire. Voilà, rire. Oui, mais je voulais vous dire الوقت يكون يعني من 8 حيخرج مع 4 باش تبقى عنده في العشيه الوقت يمشي لاصال، حيت فاش كندير ليه 8 ل 12 وال 12 ل 2 ل 6 ما كيبقاش الدري عند الوقت اللي يدير حتى اكتيفيتي والو. يعني هذا العام ضيعنا الاكتيفيتي، ما دار فيه حتى شي اكتيفيتي، كندير غير الجرى وما كتبقاش ليه الوقت صراحه، ما عندوش الوقت. قلت من الاحسن ندير ليه الوقت دايز هكا باش في العشيه تبقى عنده العشيه ديالو خاويه، يحفظ فيها يلعب فيها يدير فيها السبور ديالو، حتى انا كتبقى لي الوقت كنرتاح في النهار. ديك الوقيته دائما عند 12 خصني نوجد ليه الغداء، خصو يدخل، خصو يتغدى، خصو يتسارح، خصو بزاف ديال الحوايج، خصو يبدل الكتبه ديالو، بزاف ديال الحوايج العذاب على والو. والله ما ندير ليه هني تجلس فيها النهار كله حتى العشيه ونجيبو، هادشي هو. المهم دابا راه لقينا داكشي اللي بغينا، غير غادي ندير لهم غير غيدير لهم غير التيست باش نشوف واش يقدروا يقبلوه ولا لا، الا ما قبلوش نشوف واحد اخر. جيت عاوتاني واحد المدرسه اخرى هي كنقلب نشوف شوف الله. المهم اليوم الفيديو رحلة البحث عن المدارس، كنقلب نشوف اين هي اللي مزيانة وين هي في الثمن مزيانة وين هي في زعما داكشي ديالها والنيفو ديالها طالع. المهم كنقلب لحد هذه المدرسة الثانية اللي كنشوف دابا راجلي اللي كندخلو. بنات هادي الغديوة ديالنا ما شهيتكم، راه جينا نتغداو حيت انا قلب ليا راه هاديك ساسي لو ميان ساسي لو تيان، مو جو فو لا جون كيسك ما دوني لا، انا ما كناكلش الصدر، عطاني هذا ما كناكلش الصدر، ناكل غير خويا. قلت لكم ما شهيتكم غير حيت راه الدار عندي في اكادير، عندي خاويه كتسفر ما فيها الثلاجه ولا حيت لي باكينا في اكادير. قلت لك الرجله هذه رجله واه متاكد الله حتى نطل الله الا رجله مع لا مع دايره هكا ما كتبانش تيها ما كتبانش. المهم قلت لكم التلاجة عندي خاوية، واصلا جينا وغادي نمشي ونرجع لها هو، راه غادي غير نقضي شي غرض. يا الصحة والراحة، كول ماما كول غدا شي غير بالصحة والراحة يلا. المهم لونتخي سكولير، يا لونتخي سكولير ردينا البنات ودخلنا ل ابخي لافي دو موتون لونتخي سكولير. وحق الله البنات تيقوني ولا ما تدقوني، راني مشيت للمدارس كنقلب راه لي بخي راه سي لافولي
اثمينه راه ما نعاودش لكم، راه ما كاين غير 1000 1500 2000 درهم قل ما كاينش الا بغيتي شي مدرسه زوينه وزعما وتقري فيها مزيان. حتى انا هذا العام قررت نحولو من هذه المدرسه اللي قرا فيها بل هي الدري النيبو تاعو ما طالعش. انا ما عنديش مع داك النقاط تقوي النقاط راه فيها، راه النقاط انا ما عندي مع النقاط، انا عندي مع شنو كاين اللي في عقله شنو حافظ داك الدري. لو غير كونتيني باسكو سيتي ترو لون بور يال ليكول دونك انا با ترو دو شوا كوا. وحق الله العظيم راه زعما راه تصدمت انا فاش شفت الاثمنه ديال المدرسه. هذا الشيء باقي ما شفنا لا فورنيتور زعما لا كتوبه لا، انا شفت غير باش تبقى تقيديه واللي غتخلصي الشهر. راه زعما الله يحسن العون وحق الله العظيم راه زعما الواحد كتقول يا حياه ولدي وحياه ولدي حياه ولدي يلا حياه ولدينا ولدينا شي بنيه. اش غير ولد ليكم؟ اش غير ولد ليكم؟ انا ولد راسي ماشي ليكم. يا ودي علي حياه فينا يبتيت فيه فينا يبت زعما كون سجله فيه يلا غنديرها ليكم واني كنت سجله فيه فوق غير توجور بوتيت خصها ما تكبرش تبقى ديما صغيوره ليكم بنيه البنات. انا فاش كنشوف هذا الشيء ديال المدرسه انا كنتخلع كيطيح فيا النص راه ما نعاودش ليكم. كنتغدى وانا جالسه كنحسب في عقلي، انا كنتغدى وكنحسب شنو غيدخل وشنو غيخرج. وحق الله العظيم البنات الله العظيم الا زعما راه شابو شتو اللي كيكبر في هذا المغرب جوج ثلاثة ديال الدراري صغار أربعة خمسة وحق الله إلا غندير ليها أنا هكا وكيقريهم مزيان ويلبسهم مزيان ويكلهم مزيان الله إلا غندير ليها أنا هكا. حيت أنا واحد والله يجعل البركة وما قديتش عليه نكذب عليكم. أنا بغيت نقري في أحسن المدارس وبيت لبس وأحسن لبس ووكل أحسن ماكلة ونتهلا فيه ويدير ويلعب الرياضة ديالو ويخرج ويدور والألعاب ويتسارى راه ميمكنش راه امبوسيبل راه غير الله يعطينا الصبر. وكان وحق الله والله يعطيكم الصبر حتى نتوما والله العظيم ما بقى مشنا الكتوبه. حنا ماشي كنشكاو عليكم دابا، حنا غير كنناقشوا واحد الموضوع. حنا ما كنتشكاوش، حنا كنناقشوا الموضوع. وانتيا انتي الا ما قريتي ما شدك من هنا من الودينا غنقطعها لك. سمعني ايه غتقرا مزيان ياك ايه غنقرا مزيان واخا قرا مزيان هلا هادشي اللي بغيت منك. قلت لك والو عقرا مزيان ما تعطيني ما نعطيك قرا مزيان صافي هادشي اللي بغيت. وحق الله البنات الا زعما غار الله يصبركم وصبروا صافي. كتقول يا حياه انتي دائما ناشطه. انا البنات ما كنبغيش نخرج لكم الطاقه السلبيه، ما كنش بغي نقول لكم دوك الحوايج اللي كنكون حتى انا مديرهم جمله. حتى انا بحالي بحالكم نفس الشيء. عندنا الدار مازال مكملات اصلا، هاد الدار عندنا ما كاملاش باقا تكمل الاخرى. هاد الدار ما كاملاش، الاخرى ما كاملاش، ها المدرسه جات. يعني بزاف ديال الحوايج كتقولي غير صبروا كانوا كتشوفي كتقولي كدخلي كتقول داكشي اللي كيدخل كثر من داكشي قل من داكشي اللي غيخرج. كتبقاي غير تشوفوا ولكن شنو نقولوا الصبر وصافي. تبقاي صابره وديباني من هنا ومن هنا الوليدات خصنا نكبروا وخصنا نقراو معنا ما نديروا. باش كتشوفي تدعي تقولي تشوفي المدرسه غير تقولي ولكن راه ولدي خصني نقريه ما بغيتوش يطلع بحالي، ما بغيتوش يتعذب في المدرسه ديالو تعذبوا المدرسه ديالو، ما بغيتش انا يتكرفس من درجه يضربوا شي حد يتعدى عليه شي حد. بغيتو يقرا مزيان، بغيتو يفهم ماشي يقرا مزيان، بغيتو يفهم. هادشي كله علاش كنبدل ليه كل عام المدرسه؟ كنلقى النيفو ديال المدارس نفس الشيء، كيقروهم كيعطوهم لي دوفوار كيقول لي احفظ، ولكن واش الدري فاهم؟ ما عرفناش واش الدري فاهم. الدري ما فاهمش، الدري كيجي عندي ما فاهمش. يعني انا كنقلب ليه على شي مدرسه يكون يفهموه ماشي يقروه. بغيتهمش يقروه، بغيتو يفهموه ما بغيتش انا يقرا ما يقراش. ها لو طون aussi le temps est fait se couper le soir à 6h30 refaire les devoirs encore avec lui c'est on finit à 7h30 8h après c'est l'heure de manger de partir au lit donc c'est قال لكم واصلا شي مدرسه 6 6 ماشي التوقيت هذاك. 6 الدري غيدخل مع 6 ها هو غيتعشى مع 7:30 يتعشى يلا مسكين فاش يدوش يلبس حوايجه يلا يدير ديك الطوموبيله يلا جرها مع الميدا هو كيلعب بالطوموبيله ديال ولدي مع المدير الله يجرها من داك القنت داك القنت هاد 7:30 لعقل. هو خصو يتعشى ما عندوش الوقت باش يلعب. هو لحقات الوقت النعاس كينعس مع 8 9 ولدي 8 ونص 9 هو راه خصو ينعس يكون غسل سنانه ونعس صافي. يعني ما بقاش عنده الوقت مسكين لا فاش يلعب لا فاش يدير حتى شي حاجه غير الله يحسن العون وصافي وخلاص. هذا هو الاساس، والاساس كما قلت لكم انا المدارس ما بغيتهمش يقروا لي ولدي، انا بغيتهم يعلموه. بغيت يتعلم ما بغيت يفهم يوعى ماشي يقرا. حيت راه النص راه العالم كله لجنا نفهموا راه اكثر من النص ديال العالم قاري. وليني واش فاهم واش واعي؟ لا المغاربه كلهم قاريين. وليني واش حنا واعيين؟ واعيينش.
انا بغيت الوعي، ما بغيتش القرايه، القرايه غير خلوها عندهم، القرايه راه غيقرا غير التحضيري التاني راه غيعرف يكتب ويقرا، فهمتوني؟ انا بغيت يفهم ويوعى والهادي ويعلموه باللي الدنيا زعما اكثر ماشي حاجه القرايه، يعلموه باللي انت ما قدرتيش تفهم، يعني راه غادي تفهم شويه بشويه بالمثابره ديالك وتحاول المحاوله والمحاوله والمحاوله غادي تفهم، غادي تطيح المره الاولى المره الثانيه المره الثالثه المره الرابعه المره الخامسه، نرجع لها ما تكون المره العشرين، ولكن واحد المره غتصدق لك وتنوض. هادشي هو اللي بغيتو يفهموا، حيت انا كنفهموه، انا الوالده ديالو، يعني انا غيسمع مني ولكن ما يسمعش مني اكثر من اللي كانت خصها تجي من المدرسه وتجي من المحيط ديالو. بغيتي تفهموه بان الزبانه ما خصهاش تترمى في الزنقه، بغيتي تفهموه بانه شي واحد الا تعدى عليك خاصك تاخذ من عنده حقك، وتفهموه بانه واخا شي واحد تعدى عليك ولكن الا طلب منك السماحه ورغب وطلب تقدر تسمح ليه، وتفهموه بزاف 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 ديال الحوايج بزاف، وتفهموه ما عرفتش شنو نقول لكم، بغيتي يفهم ما بغيتيش يقرا، هادشي هو. داكشي علاش اي واحد كتشوفوه كتشوفوا الواحد زعما كتقولي حياه انت ديما ضاحكه، حياه راه راشقه ليك، حياه راه سعداتك، حيت داك الانسان يمكن كنضحك لكم ولكن نتوما راه ما عارفينش، ما عارفش شنو كاين انا مورا، يمكن انا عندي مشاكل وخلو فعلا عندي مشاكل ولكن ما كنوريهمش لكم، مشاكل حاديه ولي اصلا حيت نتوما ما غاديش تعاونوني فيهم وما لكم حتى دخل فيهم، ما تقدروش تعاونوني فيهم، واحد اللي قدر يحل مشاكله هو انا وانا وياه، انا نقدر ميا نقدر نحل مشاكل، حتى شي واحد يحل لنا مشاكل تاعنا، الا ما حليتهم انا ما يحلهم حتى شي واحد، فهمتوني؟ واي حاجه بغيتو ديروها Moi, c'est comme ça. De toute façon, on veut toujours le meilleur pour nos enfants. Ça, c'est oui, et chaque fois, chaque truc que tu veux le faire, oui. Il faut avoir la résistance, il faut avoir ça envie. Ouais. L'envie. حاولوا واخا تخسر المره الاولى تخسر المطار، حيت انا حطيت لكم واحد البوست في الانستغرام وقلت لكم شنو هو الاحلام ديالكم بالنسبه للناس اللي ما شافوش ما متبعين في الانستغرام، شوفوا الانستغرام وانتم تفهموا. قلت لكم شنو هما الاحلام ديالكم، كاين بزاف ديال الناس مساكن عندهم احلام وما قادرينش يحققوهم، ولكن راه تقدروا تحققوا من الاحلام ديالكم، ماشي شي حاجه راه حتى الحلم ديالي انا رغم انه كيبان لي شي حاجه كبيره وما نقدرش نديرها، الحلم ديالي يجيني ساهل، فاش كنشوفه من واحد الناحيه كيجيني ساهل، ولكن كنشوفو من ناحيه اخرى كيجيني صعيب، ولكن حتى شي حاجه ما صعيبه عند الله، كل شيء ممكن. حتى نتوما الاحلام ديالكم ما تقولوش تقولوا لا ما نقدروش، لا صعيب الحلم ديالي كبير، لا نوضي خدمي عليه ووقفي عليه ويتحقق ان شاء الله. شكون قال كاع انا غادي نبني شي دار؟ شكون قال هاد الحياه غادي تكون عندها دار فيها الزرده؟ عمرني ما تخيلت باننا نكون عندي دار فيها الزرده، وبشويه بشويه حتى كنديرها كيما كتشوفوا معايا، باش تقولي حياه راه بليتي الدار بفلوس اليوتيوب، حياه راه درتي هذه، حياه راه راجلك عندي فلوس، راجلي ما عندوش فلوس، عندنا ما خصناش، راجلي ما لاباسش عليه، راجلي ما ديتوش لاباس عليه، راجلي ما ديتو على فلوس اصلا ما عنده فلوس، شتي با بري باسكو تانا د لارجون باسكو بصح جوني با فوالا ما ديتوش حيت هو عنده فلوس، حيت هو اصلا ما عندوش، وانا كثار منهم كحط اكثر، انا كاع قال لي سيري ما عرفتيش انا التكحط كاع، انا جايه من بلاصه ومن عائله مكحطه عربي طهر يا واش يو كو بيان كي تو باسكو سكو اون افي اون ا داكشي اللي كان عندنا اون انفيستي دون سكو داكشي اللي كان عندنا دفعناه في شي حاجه وجلسنا الله الله ربنا خلقتنا دوك الحوايج اللي علينا وعندنا حتى باش نخلص ربنا خلقتنا بشويه بشويه هو كيدمر وانا كندمر بشويه بشويه جوج ولكن واحد اللي يدرى ما كتصفقش بوحدها كتسمعوها ما كتصفقش خاص جوج باش كتسمعوا الصداع ضروري البنات اللي بغات شي حاجه اللي تنوض فيكم وخلي تشوفوني كنهضر معكم بالصفحه حيت راه الحال سخون وسخون تسخن بزاف كنهضر معكم بشويه نريس نوضو خدمو دابا انا كنشجعكم نتوما وكنشجع راسي انا ماشي كنشجعكم حيت انا دابا طيح ليا المغار نص طيح ليا تحت عندي المورال طيح ليا تحت الصفر اذا كنحاول نطلع المورال ديالي وكنظهر لكم المورال ديالكم يعني كنحاول نطلع حتى انا داكشي اللي كنشوف وديك فين غنقرا ولدي كيبان ليا امبوسيبل نوصل ليه ولكن كنحاول نقول لا حياه غادي تنوضي حياه انتو باو تنوض ديروا لي المستقبل ديالكم الا ما الا ما قادين عليه ما تولدوش il faut de la motivation il faut de l'envie pour réussir sinon
Si tu veux, tu vas te lamenter ou pleurer, tu vas pas avancer, c'est pas possible. Oui. أي حاجة بغيت تديروها il faut avoir un objectif. أي حاجة بغيت تديروها في الحياة بغيت توصلوها في الحياة حيت أنا غنجيب لكم زعما هذا الفيديو غندير لكم مع الدخول مدرسي بحالي بحالكم كلشي واحلين نتوما واحلين وأنا واحلة عندي 166 حاجة في الراس كدور هاد الشيب اللي كاين هنايا كتشوفوه ما كبرش غير هكاك لله في الله ها هو ولدي بولدي بالتخمام ديالي وباغ مصرة أنني نوصل لشي حاجة قلت لكم اي وحده فيكم بغات دير شي حاجه خاصكم يكون عندكم اوبجيكتيف في الحياه يعني ضروري تكون عندك شي حاجه انا بغيت باغ اكزومبل انا الاوبجيكتيف ديالي هو ان نكمل ديك الدار هو انني مع المده تكون عندي طوموبيله ديالي ما عنديش طوموبيله كنمشي دائما خصني يوصلني هذا اللي بحال الشيفور ديالي دائما الدايني جايب منه داك الطاكسي الدايني جايب منه داك الطاكسي ومسكين فاش كيديني يجيبني كنضيع عليه نص ديال الوقت ديالو نص نهار ديال النهار ديالو ضايع معايا عندي هذا الاوبجيكتيف بغيت نكمل ديك الدار وبغيت نمشي وانايا خصك تكون خصكم تكونوا اوبسيسيونيست ياك سي سا اون دي نو tu veux dire tu veux dire quoi en fait tu veux dire ce que tu veux il faut être il faut avoir une obsession obsiné être obsiné obsiné comment on dit pour l'obsession des obsessions il faut avoir être obsiné pour réussir de façon voilà c'est comme tkono obsessionniste c'est ça obsessionniste je sais pas les bnat les car en français je sais pas si on peut dire obsessionniste ou là là stay obsessionné mais pour plusieurs personnes obsessionné ça fait rien plusieurs personnes toujours obsessionné ما عرفتش هكاك ولا ماشي هكاك واش هو فهمني ولا ما فهمني مي خصكم تكونوا مصرين مصرين دوك الناس اللي مصرين واخا الواحد يقول لي ديك الحاجه راك ما واصلش ليها راه غتشوفوني في الايام ديالي الاولى وكتشوفوني غتشوفوني فاش وصلت 100000 ابوني شنو قلت لكم رجعوا للفيديوهات ديال الخدمه ديال فاش وصلت 100000 ابوني فاش كنت كنبكي رغم انني ما وريتكمش فاش كنت كنبكي مي انا راه كنت كنبكي كنتفكر داكشي اللي كانت كيتقال ليا انتو يعني دائما ماشي حاجه خايبه خصك تخرجي منها شي حاجه زوينه فاش كنتفكر داكشي اللي كانت كيتقال ليا على اليوتيوب ما عمرك حياتي ما غتنجحي في اليوتيوب ويلي شنو داكشي كدير حيت اليوتيوب ويلي واخا قال لك كل فوله وليها كيال كما كنقولوا كما بحال الفوله بحال الزواج تلقاي وحده خايبه وحده زوينه المهم كاين داك اللي غيبغيك كوني خايبه كوني ما فيك ما يتشاف غتلقاي دائما واحد كيبغيك ضروري خصك غير ديري لو بون شوا يعني ما تصنتوش اللي باغي نديرو شي مشروع ديالكم ولا اللي باغي نديرو شي حاجه ديالكم ولا اللي باغي توصلوا شي قنت ما تديوهاش لشي حد وما تصنتوش لشي حد ديك الهضره اللي كتدخلنا تخرج من نوضي تقعدي وهزي على كتافك وهزيها وربي ولادك ودير لهم شي مشروع وديري انت فاش ترتاحي وطاح دماغك وفاش تلاهي اصلا حيت فاش كتكوني عندك شي حاجه في العقل ديالك في الدماغ ديالك باغا تخقيها راه ما كيبقاش يكون عندك الملل بالنسبه للناس اللي كنشوف انا في التعليق بزاف كيقول لي حياه قتلنا الملل قتلنا الملل قتلنا الملل الملل نودي وقفي باش ما يجيكش الملل نودي وقفي على شي حاجه راه ماشي ضروري انك ديري مشروع راه الملل هو عندك جوج كيلوات زايدين وبغيتي تنقصيهم هذاك راه بحده الا حيدتيهم غيحيد منك الملل الملل هو انك واحد الحيط عندك مع 10 سنين وانت كتسني في راجلك يقادو ليك ما تسنيش راجلك يقادو ليك ممكن انت قاديه سيب حطيها وطلعي قادتك الحيط شنو هو العيب شنو مال الحيط اصلا الله كيف هذا الحيط الحيط تحكيه الا بغيتي تصبغي ولا بغيتي تجري بوحدك غتطلعي فوق السلبه وتنوضي تقاديه ما تسنيش راجلك هو يجي من الخدمه ويقاد لك المسائل ديالك قديهم انت هي بيديك كندخل لكم الموضوع ونخرج لكم الموضوع حيت بغيت ندير لكم الحماس وبغيت نوضكم ما تبقوش جالسين وشادي رجل على رجل تبقاو تخمي وشي بينو دودي تخمي شي بينو هو نايض نايض داكشي داكشي راه نايض نايض كي خممتي كيما خممتي نايض وليني بعدا الا ناض هو نعرفو بعدا بلي ناض على شي حاجه غير بحال دابا الشيب ناض لي ناض ولكن على الاقل قلت ناض الشيب نقول له ناض على شي حاجه يعني درت به شي حاجه يعني كاينه شي حاجه ماشي غنناض لله في لله والله البنات بغيت زعما نحمسكم بغيتكم تنجو ديروا شي حاجه في حياتكم ما تبقوش غير جالسين ومتبعين التلفاز ومتبعين المسلسلات ما جايبين لكم هو ما جايب لكم حتى شي حاجه المسلسل ما تبقوش غير يجيب لكم شي حاجه نو تبعوا عندكم وقيته عندكم وقيته فاش تفرجوا عندكم وقيته فاش تلعبوا مع اولادكم وقيته راسكم تهلاي في راسك وقيته تخدمي فيها ربي حياتك باش تقادي انت وتكوني انت فرحانه وسعيده فوالا وانايا ما عرفتش غنكمل معكم الفيديو تاعنا اصلا الفيديو تاعنا اللي ما فيه والو اللي فيه في عالم دراسه كنقلب على مدرسه وانا قلت اخيرا لقيتها رغم انها تصوروا معايا هادشي اللي كنقول لكم ماشي كنقول لكم باش ديروه يتصوروا معايا انني غاديه في واحد الطريق ما عارفه واش كتخرج ولا ما كتخرج انا عاد داخله ليها فهمتوني عندي جوج طريق عندي واحد الطريق اون فا دون زين فون سي ميم با سي 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 سا غامين سا غامين با لو فوالا وي سي ميم با الطريق باش غادي انا وياه لا في سي دي شوا والله ما عرفنا واش مخرج انا ولا مخرج انا غادي نختار انا وحده واحد الحاجه وتابعينها
عطاونا جوج طرقان كاينه هاد الطريق ساهله ديسي بون موفي اون سي كابري فاصا كاينه هاد الطريق كاينه ديك الطريق الزوينه ولا دوني توت لي شانس بور اي اريفي ابري فوالا كاينه ديك الطريق اللي كتبان زوينه وين اللي صعيبه بنت الحرام واش غادي نوصلوا ليها ولا ما غاديش نوصلوا ليها هو ديك الطريق هي اللي شدينا وغادي ليها المهم مزيرين راسنا نزيروا راسنا غنزير راسي انا غنزير اصلا مزيره راسي اصلا يد ليكم ما نهضروا انا نتوما عارفين اللي كتقولي قرزازه ولكن انا راه ماشي قرزازه انا عارفه شنو خصني ندير عارفه الاولويات كنشوف الاولويات ما ماشي قرزازه والله ماشي قرزازه راه الوالده ديالي كتعرفني ماشي قرزازه ولكن عارفه الاولويات عندي ولد وعندي بزاف ديال المصاريف كنخلصهم ماشي قرزازه فاش كنقول لكم هذيك المره قلتوا لي حياه ما خلصتش الكونيكسيون حيت قرزازه ماشي قرزازه البنات ما قرزازاش ممكن نتوما ديك 100 درهم كتبان لكم شي حاجه ولكن انا غتحل لي حاجه غتحل لي حاجه اخرى كنبريفيري نديرها في شي حاجه اخرى على ديك الحاجه وزيد راه كاين سميت شي حاجه سميتها النسيان انا كننسى بزاف ما كثرت ما انني كنخمم شي مسائل اخرين دوك المسائل الساهلين بحال الكونيكسيون بحال انني كاع نشوف نعيط نسول في شي واحد ما بقاتش كاع عندي الوقت باش نعيط نسول في شي واحد ولا صافي كنسى كلشي انا غادي عاد ديك كتبان لي عاد ديك بغيت نساليها بغيت غير نخرج منها فاهميني اذا ما عمركم تسحابوا تشوفي شي واحد بارفي وتقولي هذا حياتو بارفي وسعادته ما خاصو خير الحمد لله ما عندي ما عنديش وما خصنيش ولكن راه حتى حنا كنوحلو في شي ظروف وحتى حنا بحالكم في الدخول المدرسي كلنا واحد اللي عنده جوج واحد اللي عنده ثلاثه حنا عندنا واحد وحدين معاه واحد الاخرين راه هي بينسوا عارفين هذاك ولادو هو راه ما ساكنينش في المغرب باش نخلص لهم المدرسه يعني هما كيكونوا مدرسه عندهم مدرسه كتكون عندهم مدرسه زوينه زعما بلا خلاص حنا هنايا الا ما خلصتين دراسه ما كايناش مدرسه زوينه باش يقرا مزيان يعني كديري شي ساكريفيس على حساب ولادك على حساب هاد بوراس كديري لي ساكريفيس على حساب هذا وسديتك كلشي على حساب هذا ما كايناش شي حاجه تو بور لي زونفون كيسك تو في با تو ميم كاين شي ناس كيقول لك ايوا ما كديري والو يا دي جون كي ديز بو فيت ريان بو فو زونفون مي حنا كنديرو داكشي اللي قدينا عليه كاين ناس كيقول لك ايوا ما درتي والو ولدك نو اون في سكون بو كنديرو داكشي اللي قادرين عليه واللي ما قادرين عليه راه الغالب الله كنديرو الماكسيموم ديالنا واللي ما قادرين عليه الغالب الله حنا ما نديرو وانا نتمنى نكون حفزكم شويه ولا كانوا كيعجبكم بحال هاد الفيديوهات البنات التلفزيين وهادشي بحال هكا ما تنساوش تقولوا لي في التعاليق باش نقولها لكم حتى انا بقى نحفزكم كيفاش كانت حياتي في الاول وكيفاش ولات وكيفاش تبدلت مني ما عنديش حيت انا حيت انا فاش جيت لاكادير البنات راه ما كانش عندي فاش نعس كنا كنعسو في الارض في الكرتون كنا كنفرشوا الحوايج ديالنا نعسو فيهم اي يعني اللي كيعجبوا بها هاد الفيديوهات التحفيزيه قولوا هيا كنحفزكم مره واخا نزيد بكم نتحفز نتوما تحفزوا حتى انا نتحفز حتى انا كيرتاح ليا الخاطر ديالي فاش كنعاود لكم وانتم كنعطيكم شي قوه ايجابيه هكا شي حاجه ايجابيه تزيدوا بها نتوما لقدام يلا نقول لكم غو بيزو ما عادش كنكمل لكم على الفيديو الفيديو اليوم ما فيه الفيديو اليوم اصلا ما فيهش شي حاجه بزاف فيه ميرسي بوكو ان توكا وشكرا بزاف حقا والله العظيم في هذا الفيديو زعما محتاج التعاليق ديالكم في بيان دير سكو تا سور وي مي دي فوا تا اونفي دو تيكسبيري نو تا اونفي دو سوتيان بار لي جون تا اونفي دو اتر سوتوني بار لي جون والله تو بيزون دو سوتيان pour pouvoir quand t'as des moments où t'as un petit tu doutes un peu ouais, t'as le doute et bien, il faut que t'as le soutien pour pouvoir avancer sinon tu vas faire marche arrière ouais بحال دابا هاد هاد بحال هكا كنكون محتاجه للدعم وكن كنعجبني نسمع الكلمه الزوينه باش حتى انا كن زعما كنزيد لقدام زعما باش كنعاود نو le soutien le réconfort non pour être pour se lever encore et recommencer encore كتحتاجيهم حق الله سي كوم سا شكرا للميساج ديالكم انا toujours besoin des autres on a toujours besoin des autres donc c'est pour ça merci pour votre soutien et merci pour vos encouragements et merci toujours de vous abonner de partager les vidéos et on vous remercie vraiment كيما نتوما كتحتاجوا ليا باش كنضحككم مره وكنزيد بك كتخرجوا من داك الجو ديالكم حتى انا كنحتاج لكم التعليق ديالكم باش كنشوفهم وكنزيد حتى انا لقدام حتى انا وكنخرج من الحاله اللي كنكون فيها فهمتوني يلا
قول لكم قوي تتهلاو في راسكم. باي باي. شكرا على المسج ديالكم، شكرا بزاف، نتمنى تكون حمستكم واخا غير شويه. وراه كلنا بحال بحال، كلنا في الهواء سوا، كلنا في الدخول المدرسي كنعانيو، الشعب كله كيعاني. يلا قوي تتهلاو في راسكم، يلا باي باي. باي باي.